أهلا بكم إلى نشرة ثانية من قناة ليبيا الأحرار وأبرز ما فيها. قوات الوفاق تسيطر على منطقة كسرات أسبعة والقاطع الخامس بسرت، يضبط سيارات وقود كانت متجهة إلى قوة حفتر. الرئاسي والأعلى للدولة يدينان التهديدات التي أطلقها حفتر بشأن استهداف السفن والطائرات المدنية التركية. وبعد العثور على أسلحة أمريكية زودت بها أبو ظبي قوات حفتر، البنتاغون يفتح تحقيقا في كيفية وصولها إلى ليبيا. أهلا بكم. أفاد مراسل ليبيا الأحرار بشن قوات الوفاق هجوما على قوات حفتر في محاور وادي الربيع وعنزارة وسبعة السبت. وأوضح مراسلنا أن قوات الوفاق تمكنت من السيطرة على مواقع متقدمة أبرزها منطقة كسرات السبعة، إلى جانب سيطرتها على عدد من السيارات المسلحة لقوات حفتر. من جهته أكد أمر غرفة العمليات الميدانية بالقاطع الخامس سرت عقيد طيار عمر النعيرية ضبطهم سيارات نقل وقود خلال دوريات لهم جنوبية سرت فجر الأحد، كانت في طريقها لدعم قوات حفتر المعتدية على العاصمة طرابلس. دان المجلس البلدي غريان قصف طيران أجنبي موال لحفتر مواقع عسكرية ومدنية بالمدينة، ما تسبب في إرهاب المواطنين وتدمير بعض المباني. وطالب المجلس في بيان له السبت حكومة الوفاق بفتح تحقيق في الحادثة والعمل على كشف الدول التي ما زالت تنتهك السيادة الليبية وتدعم قوات حفتر ومقاضاتها أمام المحاكم الدولية وفق البيان. وأكد بلدي غريان أن استمرار قصف المدينة من قبل طيران حفتر ما هو إلا محاولة لإخفاء ما تبقى من الدعم اللوجستي الذي تلقته قواته في بعض أو من بعض الدول لإعادة حكم العسكر إلى ليبيا وفق نص البيان. هذا وشن الطيران التابع لحفتر ليلة الجمعة غارات بطيران مسير لليوم الثالث على التوالي، استهدف معسكر الثامنة وسط مدينة غريان. وقال بيان منسوب لخليفة حفتر السبت تداولته وسائل إعلام تابعة له إن ردهم سيكون قاسيا على ما وقع في غريان بحسب وصفه. هذا مقر الحاسي، الله أكبر. خسارة حفتر لغرفة عمليات غريان التي كان من خلالها يقود عدوانه على طرابلس الأربعاء الماضي وطرد قواته منها، أفقده على ما يبدو القدرة على السيطرة على قواته المشتتة في مناطق مختلفة جنوب العاصمة. قوات عملية بركان الغضب عثرت عقب سيطرتها على معسكرات غريان على كميات هائلة من الأسلحة زودت بها الإمارات حفتر، وهو ما يراه مراقبون سببا لشن الطيران المسير التابع لأبو ظبي غارات جوية على مخازن الأسلحة من أجل التخلص من هذه الأسلحة والذخائر. القصف الجوي الانتقامي الذي استهدف معسكر الثامنة بمدينة غريان أظهرت الفيديوهات أنه يستهدف المعسكرات التي كانت تسيطر عليها قوة حفتر، وبعد كل قصف سمع دوي انفجارات من المتوقع أن تكون للذخائر التي تلقتها قوات حفتر دعما من الخارج. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. حفتر توعد في بيان منسوب له برد قاس على خسائره المتواصلة في مواجهة قوات الوفاق، وهو ما يكشف حجم الصدمة التي تلقاها نتيجة الهزائم المتلاحقة الأخيرة، فيما يستمر انهيار قواته وفقدها لمواقع جديدة كل يوم في الوقت الذي يتوقع مراقبون انهيارا مفاجئا وهزيمة كاملة للقوات المعتدية على طرابلس في أي وقت. هذا وقال عميد بلدية غريان يوسف بديري إن البلدية تعمل على تنفيذ خطط استجابة عاجلة لتعزيز الخدمات وتحسينها ولم يشمل أبنائها وتحقيق السلم الاجتماعي في وقت قياسي.
وطالب بديري في مؤتمر صحفي السبت أهالي المدينة باستيعاب الحدث وتجاوز الماضي والعمل سويا من أجل استقرار المدينة وعودة خدماتها وتعزيز أمنها، بالتنسيق مع الجهات الرسمية من المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية. بعد مرور يومين على استعادة مدينة غريان من مسلحي حفتر، ها هي الحياة بدأت تعود بشكل تدريجي إلى عاصمة الجبل الغربي. المجلس البلدي والجهات المسؤولة في المدينة عملت فور رجوعها إلى غريان على إطلاق خطة استجابة إنسانية عاجلة لتعزيز الخدمات للمواطنين وتحسينها وتعزيز الأمن في المدينة وتوفير كافة احتياجاتهم. نشتغل حاليا وإن شاء الله ممكن من اليوم بإذن الله تتوافد إن شاء الله خواف الوقود بالنسبة للمدينة. أيضا عملنا على توفير الدقيق للمخابز، وإن شاء الله حتى أصبح الآن في المخازن وبإذن الله يتم توزيعها إن شاء الله بأسرع ما يمكن. ورغم وصول شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلا أن المستشفى الوحيد في المدينة ما زال يعاني نقصا في الطاقم الطبي والطبي المساعد، إضافة إلى ضعف الإمكانيات، وذلك لأسباب مختلفة. الجرحى طبعا حولناهم لطرابلس وحولناهم لمصحات ويتلقف العلاج. بالنسبة للوضع تو في نواقص، لأن طبعا عندنا الدكاترة في اللي ما جوش بسبب الوقود، ما فيش وقود ما فيش، وعناصر التمريض لا تو ما جوش. مستشفى طبعا يخدموا فيه الإسعاف مسعفين تو فقط. اللجنة المكلفة من وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق شرعت فور وصولها إلى غريان في عملية حصر الأضرار وممتلكات المواطنين المتضررين، كما أحصت أعداد النازحين وأهم احتياجات المدينة. احنا هذه كزيارة مبدئية جينا حصر أضرار وحصر أعداد النازحين وعلى احتياجات المدينة بشكل عام. يعني أبلغونا أن لديهم عدد نازحين من جراء اشتباكات جنوب منطقة طرابلس ما يفوق ما يقارب 700-600 عائلة. ورغم عودة الحياة إلى المدينة، إلا أن هناك تحديات عدة تبقى أمام المسؤولين فيها، على رأسها إعادة تفعيل كافة الأجهزة الأمنية ودعم المرافق الحيوية، خاصة بعد الدعم الذي خصصه المجلس الرئاسي لبلدية غريان والذي تمثل في 10 ملايين دينار كميزانية طوارئ. وينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مراسل ليبيا الأحرار عبد الوهاب الميطان. ما جديد التطورات الميدانية اليوم في طرابلس؟ عبد الوهاب، هل تسمعني؟ عبد الوهاب، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بموفد ليبيا الأحرار عبد الوهاب أمليطان، سنحاول أن نتواصل معه في وقت لاحق في هذه النشرة. بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري السبت مع رئيس الأركان العامة محمد الشريف الوضع العسكري في محاور القتال بالعاصمة طرابلس والتقدمات التي تحرزها قوات الوفاق، وبحث الطرفان الوضع في غريان بعد تحريرها وعودتها لشرعية الدولة واستلام رئاسة الأركان للمقرات العسكرية التابعة لها في المدينة وما حولها. وتطرق اللقاء الذي عقد برئاسة الوزراء السبت إلى تأمين الأسلحة والعتاد الحربي الذي تم العثور عليه في غريان والذي يعود لدول منحته دعما لمسلحي حفتر، إضافة لتنسيق الجهود بينهما على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الدول التي تخترق الحظر الدولي على توريد السلاح لليبيا وتساهم في إراقة الدم الليبي. دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التهديدات التي أطلقها الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري بشأن استهداف السفن والطائرات المدنية التركية والدعوة إلى القبض على المواطنين الأتراك المقيمين بليبيا. وحمل الرئاسي في بيان له السبت المسؤولية الكاملة لقوات حفتر عن أي ضرر يلحق برعايا أي دولة أو يمس مصالحها على الأرض الليبية، قائلا إن التهديدات تعد دعوة للفتنة والكراهية وتحريضا على القتل بالهوية حسب البيان. في ذات السياق، قال المجلس الأعلى للدولة إن التصريحات الأخيرة التي أطلقها الناطق باسم حفتر أحمد المسماري بخصوص تركيا تعتبر إعلان حرب وضربا للعلاقات المشتركة بين البلدين.
وأوضح الأعلى للدولة أنه سيستمر في علاقاته مع تركيا بناء على الاتفاقيات، مشيرا إلى أن أي أعمال عدوانية أو هجمات ضد الأصدقاء وعلى رأسهم الأتراك تعد إضرارا بالأمن القومي وستجري مجابهتها بكل حزم وقوة حسب البيان. وطالب الأعلى للدولة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات لردع الميليشيات الإجرامية التي تعد أفعالها أعمالا إرهابية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفق وصف البيان. هذا وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المبروك عبد الحفيظ إن بيان الناطق باسم حفتر أحمد المسماري باستهداف الطائرات المدنية والرعاية الأتراك في ليبيا لا يساوي الحبر الذي كتب به. ونفى عبد الحفيظ في تصريح خاص للأحرار حدوث أي عمليات تصفية للجرحى في مدينة غريان، مشيرا إلى أن مسلحي حفتر يحاولون تبرير هزيمتهم في غريان. وأضاف عبد الحفيظ أنهم سيفعلون مديرية الأمن وكافة الأجهزة التابعة لها، مبينا أن الوزارة وضعت خطة لإحكام السيطرة وبسط القانون وأنه لن تحدث أي عمليات انتقامية في المدينة وفق قوله. إذن وينضم إلينا مرة أخرى موفد ليبيا الأحرار من طرابلس عبد الوهاب الميطان. أهلا بك عبد الوهاب، ما جديد التطورات الميدانية في محاور القتال المختلفة هناك؟ نعم، رفع محاور القتال لهذا اليوم لم تشهد ذلك التطور الكبير، هي بعض المناوشات الخفيفة والمتقطعة فقط. الجديد هو يوم أمس صبيحة هذا اليوم في ساعات الصباح الأولى تمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني من ضبط القوات الجنوبية أو المحور الجنوبي، من ضبط عدد من السيارات الدعم اللوجستي، وهي جزء منها سيارات محملة بالوقود كانت في اتجاهها إلى دعم قوات حفتر بحسب ما أفادنا به أحد القادة في ذلك المحور، أنهم ألقوا القبض عليها وهي كانت في اتجاهها لدعم قوات حفتر. في طرابلس لم تشهد كما قلت لك محاور القتال ذلك التطور، هي فقط يوم أمس عندما سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني على مكان يعرف بالكسارات في منطقة سبيعة. هذه المنطقة تعتبر يعني منطقة استراتيجية بحسب ما أفادنا به قادة عسكريون. هذه المنطقة تعتبر الأعلى في هذا المكان، يعتبر الأعلى في منطقة سبيعة ويطل على منطقة سهول الخميس مساحة العسكرية. من يسيطر على ذلك المكان يستطيع التقدم في منطقة سوق الخميس وكذلك في منطقة سبيعة بأريحية كبيرة. نعم رفع. طيب ننتقل للحديث عن غريان عبد الوهاب، كيف تبدو الأوضاع في المدينة وهل لا يزال القصف الليلي متواصل حتى ليلة البارحة في المدينة؟ نعم، لازالت قوات حفتر تقوم بالقصف على خاصة في أماكن محددة في منطقة غريان، خاصة في معسكر الثامنة. ذلك المعسكر بحسب ما أفادنا به قادة عسكريون أنه قامت قوات حفتر بتخزين عدد كبير من الأسلحة فيه، وربما في أماكن في ذلك المعسكر تقوم قوات حفتر بقصفها حتى يعني إخفاء معالم تلك الأسلحة، خاصة أن قوات حكومة الوفاق الوطني قد عثرت على عدد من الأسلحة المخصصة للجيش الإماراتي في مدينة غريان وقامت بجلبها إلى مدينة طرابلس، وجرى عرض بعض منها على وسائل الإعلام في العاصمة طرابلس يوم أمس. عدد من القادة العسكريين قالوا، أكدوا هذا الموضوع، قالوا نعتقد أنهم يقومون بقصف أسلحة جرى تخبئتها من قبلهم في خاصة في معسكر الثامنة. مدينة غريان بشكل عام بحسب ما أفادنا به عميد البلدية عند تواصلنا معه أن الحياة بدأت تعود إلى سيرتها الأولى، المواطنون، المحل التجارية مفتوحة، المواطنون بدأوا يرجعون إلى أعمالهم وإلى حياتهم الطبيعية. نعم رفع. كنت معنا موفدنا إلى طرابلس عبد الوهاب الميطان، شكرا جزيلا لك.
هدد الناطق باسم حفتر أحمد المسماري بالقبض على أي مواطن تركي واستهداف مقر الشركات وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية في ليبيا حسب قوله. وهدد المسماري أيضا في مؤتمر صحفي الجمعة باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية الليبية، مؤكدا أن حفتر قرر إيقاف جميع الرحلات الجوية المدنية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية وفق قوله. القبض على أي تركي متواجد على الأراضي الليبية. بهذا التهديد الصريح تحدث الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري في مؤتمر صحفي عقده بشكل استثنائي بعد يومين من خساراتهم لغرفة عملياتهم الرئيسية في غريان. المسماري بدا عليه التوتر والانفعال خلال حديثه الذي هدد فيه باستهداف مقار الشركات وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية في ليبيا، إضافة إلى استهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الليبية. ولم يتوقف تهديد المسماري عند هذا الحد، بل أكد على أنهم سيستهدفون أي رحلة بحرية كانت أو جوية متجهة إلى تركيا أو قادمة منها، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تمنع استهداف أو حتى تهديد سلامة الرحلات المدنية، ومما سيزيد من معاناة المواطنين في الشرق. قال المسماري إنهم أصدروا قرارا بإيقاف جميع الرحلات الجوية المدنية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية، وعلى الفور طالبت إدارة مطار بنينة كافة المسافرين بإلغاء حجوزاتهم إلى اسطنبول، وأكدت وجود رحلات عودة فقط من اسطنبول إلى بنغازي للمواطنين الموجودين هناك، داعية جميع المسافرين إلى مراجعة مكاتب الحجوزات. قرارات وتصريحات وصفها متابعون بالحمقى، والتي لن يتأثر من تبعاتها إلا المواطنون في شرق البلاد، ولن يكون لهذه التصريحات أي قيمة في مطارات المنطقة الغربية ولا أي تأثير على سير العمليات العسكرية. لكن ما يثير التساؤل هنا، هل من حق المؤسسة العسكرية أن تتخذ مثل هذه القرارات وتوقف رحلات مدنية دون الرجوع إلى الأجسام التشريعية في البلاد؟ كما أن هذه التصريحات تعد بمثابة إعلان حرب على دولة أخرى، فهل يحق للمسماري وقيادته أن يتخذوا مثل هذه الخطوة بمعزل عن البرلمان ورئاسة الحكومة؟ التضييق على المواطنين ليس جديدا على حفتر، فقد سبق وأن فرضت الأجهزة الأمنية في بنغازي ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية قبل مغادرة البلاد، وهي اليوم تمنع حتى الرحلات المدنية لدولة تعتبر من المحطات القليلة المتبقية للطيران المحلي. هي صبغة الحكم العسكري إذن، التدخل في كل شيء واتخاذ قرارات فردية دون النظر في تبعاتها على المواطنين. تركيا وجهة لمئات الطلبة والتجار الليبيين، ناهيك عن المرضى الذين يعالجون في مستشفياتها بعد عجزهم عن الحصول على مبتغاهم في بلادهم. من جهته أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص تهديد حفتر باستهداف المواطنين الأتراك وضرب البواخر التركية. وشدد أردوغان في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية على اتخاذ إجراءات وسياسة تعامل مختلفة في حال التأكد من صحة هذا القرار ومصدره، مضيفا أنه لم يسمع عن هذا القرار وليست لديه معلومات بالخصوص. أكدت مصادر خاصة لليبيا الأحرار من داخل مطار بنينة مغادرة الطائرة التابعة للخطوط الإفريقية في رحلتها الأحد دون ركاب لإرجاع الركاب الراغبين في العودة إلى بنغازي من اسطنبول. هذا وأكدت ذات المصادر أن الرحلات الأخرى المتجهة إلى اسطنبول والمجدولة لشركتي البراق والراحلة سوف تستجيب هي الأخرى لقرار المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري وستغادر مطار بنينة دون ركاب. بشر عدد من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة في إزالة جميع مسميات الدولة التركية من على لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات في بنغازي، بناء على بيان الناطق باسم قوات حفتر بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا. يطلب منكم بشكل عاجل إقفال المطاعم والمحلات التركية في نطاق مدري 5 حافة. استنفار أمني وتعميمات وأوامر عاجلة،
إزالة اللافتات وإغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التي تحمل أسماء أو شعارات تركية بات الشغل الشاغل لكل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني. يطلب منكم سرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية داخل بلدية جدافية مثل بلادي. واحد، إزالة اللافتات التي عليها شعارات تركية داخل نطاق اختصاص المديرية. قفل المحلات والورش والمطاعم التي يعمل بها أفراد من الجنسية التركية. ضبط الأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية عليه. يطلب موافاتنا في موقف كامل خلال 48 ساعة. بيانات وتبريرات وتبرؤ من كل ما له علاقة بتركيا عجت به وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك بناء على تعليمات خليفة حفتر بشأن عدم التعامل مع دولة تركيا وفقا لما يقول أصحاب هذه المناشير. لا الأوضاع في جبهة طرابلس ولا الخسائر إثر الانسحاب من غريان، بل إسطنبول هي التي أصبحت محل الاهتمام، ومصالح وأرزاق الناس هي وسيلة تنفيذ تعليمات حفتر بمحاربة كل ما يتعلق بتركيا. تصعيد يقول متابعون للمشهد الليبي إنه جاء للتغطية على الهزائم التي تكبدها حفتر في حربه على طرابلس وانسحابه من غريان وفضيحة تركه لغرفة عملياته الرئيسية وأسلحة نوعية إماراتية قبل أن يتمكن من إخفاء أثارها، ومحاولة لإهام مؤيديه بأنه يحارب قوات تركية بعد تسويقه بأنه سينتصر في أيام على ميليشيات وعصابات إجرامية. هذا وأثار قرار قوات حفتر بإيقاف الرحلات ذهابا إلى تركيا والتهديد باستهداف المصالح التركية في ليبيا سخرية واستهجان المدونين والناشطين الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في المنطقة الشرقية. ووصف البعض القرار الأخير بالعشوائي الذي لا يصب في مصلحة المواطن الليبي الذي يعتبر تركيا منفسا له من ناحية التجارة والعلاج والسياحة. موجة جديدة من ردود الفعل تطفو على السطح وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بسبب قرار حفتر إيقاف كافة الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى نظيرتها التركية وتصريحات المسمار التي لوح فيها بالقبض على أي مواطن تركي واستهداف الشركات والسفن والقوارب التركية وكافة المشاريع التي تؤول للدولة التركية في ليبيا. البداية كانت مع الإعلامي محمود شمام الذي وصف في تغريدة له قرار إيقاف الرحلات من وإلى تركيا بالغبي، قائلا إنه سيصعب الأمور على سكان برقة فيما لن يتأثر التواصل التركي مع باقي المدن الليبية. أما عضو مجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر فقد تساءل عن موقف غسان سلامة من تهديد حفتر باستهداف الرحلات البحرية والجوية من وإلى أنقرة، وأتبع ذلك بقوله: لو سكت سلامة فهذا يعني أن السكوت علامة الرضا. ولم تقتصر ردة الفعل على الساسة والإعلاميين بل تعدتها إلى الناشطين على مواقع التواصل، حيث قال المدون هيما سعد: يا أهل برقة، ملابسكم وموادكم الغذائية من تركيا والمكنسة الكهربائية والغسالة كذلك، أما بطاقات أرباب الأسر فهي من تركيا أيضا والترانزيت كذلك. أما شهد فقد تساءلت عن مصير مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في تركيا والتجار الذين سيكون قدرهم الإفلاس بعد هذا القرار، فيما قال إسكندر: إن أولى نتائج هذا القرار ستكون غلاء الأسعار في حال عدم توفير مصادر أخرى للاستيراد. إدريس قال إن القرار عشوائي وليس في مصلحة المواطن. أما أمل فقد وصفت القرار بالغبي، قالت إن تركيا هي مصدر التجارة والسياحة للليبيين وإن اتخاذ هذا القرار سيصعب الأمر على المواطن الذي سيضطر إلى الذهاب إلى تونس أو مصر ومن ثم إلى تركيا. محمد علي رأى بدوره أن التلويح بالإقبال على فعل غير محسوب العواقب متجرد من الواقع وتقييم الموضوع يجعل صاحبه يعاني قصر النظر ويضعه رهينة دائرة الغباء الأبدي، وختم بقولها: بكحلها عماها.
هذا وأكد وكيل وزارة المواصلات هشام بشكوات استمرار حركة الطيران من مطاري مصراتة ومعتيقة بنسق طبيعي بين ليبيا وتركيا. وقال بشكوات في تصريح لليبيا الأحرار إن حركة الطيران بين ليبيا وتركيا لن تتأثر بتهديدات الناطق باسم حفتر أحمد المسماري الذي قال إنهم أصدروا أوامر بإيقاف الرحلات الجوية من تركيا وإليها. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة الدفاع الأمريكية فتحت تحقيقا في كيفية وصول صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات إلى ليبيا واستخدامها من قبل قوات حفتر في معركة طرابلس. يأتي هذا بعد عثور مقاتلي عملية بركان الغضب على كمية من الصواريخ المضادة للدروع أمريكية الصنع في مدينة غريان بعد تحريرها. زودت بها الإمارات مسلحي حفتر لاستخدامها في عدوانهم على العاصمة. بعد سيطرة قوات الوفاق على مدينة غريان ومقر غرفة العمليات الرئيسية لحفتر وعثورها على صواريخ أمريكية الصنع مضادة للمدرعات، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فتح تحقيق في كيفية وصول الصواريخ إلى ليبيا والتي زودت بها الإمارات حفتر. بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الصحيفة قالت في تقرير لها إن الصواريخ الأمريكية المعروفة بصائدة الدبابات تبلغ قيمة كل واحدة منها أكثر من 170 ألف دولار، موضحة أن دولة الإمارات استلمت شحنة منها في صفقة عسكرية أمريكية تجاوزت ما قيمته 115 مليون دولار. وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن نقل الأسلحة الأمريكية من أبوظبي لقوات حفتر في ليبيا يعد انتهاكا لاتفاقية البيع التي تحظر طرفا ثالثا من استخدام الأسلحة، مشيرة إلى أن الوزارة ستحقق في سوء استخدام معدات الدفاع الأمريكية الأصل وعدم التزام الإمارات بطرق الاستخدام. وتعد صواريخ جافلين المصنعة من قبل شركة الهوكيد مارتن الأمريكية إحدى أكبر شركات الصناعات العسكرية في العالم من أقوى الأسلحة النوعية، إذ يوجه نفسه ذاتيا ضمن نطاق يصل إلى 4750 مترا وفق خبراء عسكريين. أسلحة متعددة ومدرعات وطائرات دون طيار أرسلتها أبوظبي ولا تزال كدعم عسكري لقوات حفتر منذ سنوات وحتى عند بدء عدوانه على طرابلس، غير أن هذه الصواريخ النوعية قد تحدث تغييرا في سياسة دعم حفتر وفق متابعين، باعتبار أن ليبيا بلد غير مستقر أمنيا في الوقت الحالي، وقد تتسرب هذه الأسلحة إلى جهات تحاربها واشنطن، وهو ما قد يضع الإمارات وفق هؤلاء في حرج أمام المجتمع الدولي. هذا وعرضت قوات الوفاق أسلحة أمريكية عثرت عليها لدى قوات حفتر بمدينة غريان وصلت إليه عبر دولة الإمارات.
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن البعثة تسلمت مبادرة لخليفة حفتر، إلى جانب المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي فائز سراج. هذا وعد سلامة البدء في الحديث عن الحل السياسي أمرا مرحبا به بعد أن كان محرما حتى وقت قريب على حد قوله. جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية عقب اجتماعه بوزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي الجمعة بروما. لم يأتي اجتماع 3+3 الذي عقد في روما وبحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا بشيء جديد على مستوى الأزمة الليبية، فبين توصيف سلامة باستحالة حسم المواجهة بشكل مسلح والرؤية الغربية بضرورة عودة جميع الأطراف للمسار السلمي، استمرت الإمارات ومصر في إصرارهما على دعم حفتر وخياره المسلح. في الاجتماع الذي بات يعرف ب3+3 والذي ضم مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ومصر والإمارات، حيث مهد الاجتماع روما في اجتماع غير معلن بالعاصمة البريطانية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لكن توقيته تزامن مع تحرير غريان من قوات حفتر. الاجتماع لم يأتي بأي جديد فيما يخص المواقف العامة والأساسية من الدول المنخرطة في الأزمة الليبية، خصوصا الدول الداعمة لحفتر والمتحمسة لعدوانه على العاصمة. وبحسب مصادر غربية مطلعة فإن الموقف المصري والإماراتي، وبرغم الارتباك الذي تسببت فيه عملية تحرير غريان المباغتة، إلا أن أبوظبي والقاهرة لا تزالان مصرتان على ضرورة اقتحام حفتر طرابلس وقضائه على الميليشيات فيها حسب زعمهم. وبحسب نفس المصادر التي أكدت بأن فرنسا ابتعدت هذه المرة خطوة عن حليفتيها العربيتين، حيث أكدت باريس على الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للمسار السياسي على أساس اجتماعات أبوظبي التي جمعت السراج وحفتر في أواخر مارس الماضي. الحضور الأمريكي الذي اتسم بالمراقبة إلى حد بعيد قابله رأي بريطاني على أن هذه الحرب لا طائل منها وزادت من تعقيد المسألة الليبية، ويجب على الجميع الكف على الأعمال المسلحة وعلى رأس هذه الأطراف حفتر نفسه بحسب نفس المصادر. إذن مواقف لا جديد فيها، وجهود سلامة التي تنطلق على فكرة وهم الحسم زد عليها إصرار مصري وإماراتي على الحل المسلح، مواقف واجهها تطور ميداني هام تمثل باسترجاع غريان من قبضة حفتر، الأمر الذي سيدفع الجميع على ما يبدو لإعادة التفكير في كل المواقف السابقة بحسب بعض المحللين. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الناشط من طرابلس السياسي والحقوقي سامي الأطرش، أهلا بك. برأيك يعني لماذا لم يأتي اجتماع 3+3 الذي عقد في روما بجديد على مستوى الأزمة الليبية؟ نعم، تحية لحضرتك ولمشاهديك وضيوفك الكرام. الحقيقة لم يكن متوقعا يعني هذا الفشل، لأن كل ما اعتمد عليه هو بالفعل النتائج التي تراوح على الأرض ولا يوجد جديد، فكانت نعتقد التوقعات أن تستمر الحالة وبالتالي يقدمهم حلا جديدا عبر هذه المحاولات اليائسة، ولكن انتصار قوات بركان الغضب والأبطال على الأرض بالتأكيد في انتزاع غريان من جديد إلى حظيرة الدولة المدنية الديمقراطية سيكون بالتأكيد هو الخلخلة لكل هذه المقترحات التي يحاولون أن يسوقوها باجتماعاتهم الدولية. طيب، يعني هنالك من يقول أن المسماري هاجم تركيا بتصريحاتها الأخيرة للتغطية على هزيمة مسلحي حفتر في غريان، كيف تعلق على ذلك؟ نعتقد أن الدعوة لهذا الاجتماع بدأت قبل ذلك التاريخ يعني، وبالتأكيد هي كانت تعمل في خلال المناخ الفاشل للأمم المتحدة والمبعوث الدولي، ولكن المتغيرات المفاجئة على الأرض بالتأكيد هي من دفعت يعني ضرورة إعادة النظر للمجتمع الدولي بشكل عام والأمم المتحدة ومبعوثها بشكل خاص. يعني إذا لم تحاول الأمم المتحدة ومبعوثها علاج المشكلة بشكل أكثر صحة وأكثر عقلانية وأكثر قانونية وأكثر عدالة وأكثر أخلاقية، الحقيقة أنا نعتقد كل هذه الاجتماعات لا قيمة ولا وزن لها.
طيب أعود بك للحديث عن غريان مرة أخرى، بعيدا عن اجتماع 3+3، يعني كيف تقرأ تصريحات المسماري الأخيرة حول تركيا؟ وهنالك من يقول بأن يعني هذه التصريحات الأخيرة جاءت للتغطية على هزيمة مسلحي حفتر في غريان. نعم، أنا لا أعتقد أن هذه التصريحات هي تصريحات هزلية الحقيقة، لا توجد لها أي أوزان سياسية أو قانونية، وتحتاج الحقيقة إلى رد فعل من المجلس الرئاسي بخطاب العاقل المسؤول على أبناء وطنه، حتى الذين لا يمتلكون الحقيقة القدرة العقلية الكافية للاعتذار لدولة تركيا عما صدر من بعض الجهات أو من بعض الأجسام الغير مقبولة شرعيا في ليبيا. أنا نعتقد أن على الخارجية الليبية أن تفعل شيئا في هذا الخصوص، مهما كان هذا الحدث تافها، إلا أننا نحتاج أن نحن الحقيقة نوضح للعالم أن لدينا من الشخصيات ومن المواقع السياسية والعسكرية ما تقوم بأعمال الحقيقة مخجلة، ومن ثم تعتذر الدولة الليبية بشكل دبلوماسي راقي للحكومة التركية على ما بدر من أحد أبنائها في المنطقة الشرقية. نعم، طيب من ناحية قانونية ما الذي يترتب على وجود الأسلحة الإماراتية التي وجدت في غريان بعد تحريرها والتي وثقت عبر أغلب شاشات الأعلام، من ناحية قانونية ما الذي يترتب على ذلك خصوصا مع تصريحات سلامة الأخيرة عن أن هنالك أطراف دولية تزود يعني أو هنالك دول تزود بعض الأطراف في ليبيا بأسلحة للعدوان على طرابلس؟ نعم، والله سؤال جيد، سؤال جيد هذا بالفعل، لأن هو من سيكون يعني من العناصر المهمة التي تلعب دور في تغيير الرأي العام العالمي على موقفه حتى هذا التاريخ. يعني اكتشاف الحقيقة هذه الأسلحة بعد انتصار يعني قوات البركان الغضب والأشاوس في غريان وعودة غريان من جديد إلى حظيرة الديمقراطية، تم اكتشاف العديد من الأسلحة التي تعتبر غاية في التطور وتعتبر بالتأكيد من الأسلحة المجرمة والمحرمة بقرارات دولية في الوقت الحاضر أن تكون في أيدي أي من الأطراف الحقيقة. وبالتالي هناك مخالفتين، الأولى على مستوى الدولتين المعنيتين وهما بالتأكيد الإمارات العربية والولايات المتحدة، وهناك اتفاقية بيع وشراء لهذه الأسلحة، وعادة كل هذه الاتفاقيات هي مشروطة بالاستخدام الوطني أو المحلي للدولة المشترية. فهذه المخالفة نعتقد أنها سيترتب عليها جزاءات، وربما هذه الجزاءات هو وضع الإمارات العربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في محرج كبير ووقف توريد الأسلحة لها، بل بالعكس ربما يكون الجزاء أكبر بكثير في ظل المعطيات في الشرق الأوسط، ويطلب إعادة هذه الأسلحة من جديد من الجهات التي سلمتها لها، وبيان كمياتها وضرورة إعادتها من جديد إلى دولة الإمارات، أو تصادر من الولايات المتحدة مباشرة مرة أخرى. هذا على البعد المحلي أو الدولي على مستوى الدولتين، ولكن الأكثر خطورة الحقيقة إذا ما وظفت خارجيتنا ومجلسنا الرئاسي هذه المعطيات الجديدة بشكل صحيح. أنا نعتقد أنه يجب يعني رفع شكوى للأمم المتحدة ولمجلس الأمن على وجود أسلحة غاية في الخطورة وأسلحة متطورة مخالفة بذلك كل الاتفاقيات والقرارات الدولية بحظر السلاح على الأطراف الليبية. هذا يجب أن يأخذ شكله فورا الحقيقة بطلب إلى مجلس الأمن من المجلس الرئاسي ومن مندوبنا عبر مندوبنا بالتأكيد في الأمم المتحدة. نعم، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الناشط السياسي والحقوقي سامي الأطرش، شكرا جزيلا لك. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. يوم ترفيهي لأطفال الأسر النازحة في طرابلس بهدف إدماجهم في بيئة جديدة خالية من أجواء الحرب. بالقسم حفتر أخ الحاج خليفة، وأنا طبعا في وقتها كنت معجب بشخصية خليفة حفتر، يعني أنا في قناعتي الآن مقتنع جدا بأن العديد العشرات من الاغتيالات كانت من ما يسمى أنصار الشريعة، ولكن التشكيلات العسكرية ومسيبين كم
وهذه شجاعة وقدام. احنا محتاجين للضباط اللي مثلك يكونوا في الصدارة. ايضا العديد والكثير من الاغتيالات وخاصة للشخصيات العامة كانت اغتيالات مخابراتية لتأجيج الرأي العام وخلط الأوراق وإعطاء ذريعة لمن تورطت فيه ليبيا الآن اللي هو السيد خليفة حفتر. فهو يعني خليفة حفتر يبدو أنه كان لديه طموح بأن يأخذ منصب في قيادة الجيش، ولكن كيف يعمل؟ يجب أن يحرك مجموعة عسكرية، وجد يبدو أنه وجد ضالته فينا نحن. الشاهد يأتيكم في الأوقات التالية. قوات الوفاق تسيطر على منطقة كسرات سبعة والقاطع الخامس بسرت، يضبط سيارات وقود كانت متجهة إلى قوات حفتر. الرئاسي والأعلى للدولة يدينان التهديدات التي أطلقها حفتر بشأن استهداف السفن والطائرات المدنية التركية. وبعد العثور على أسلحة أمريكية زودت بها أبوظبي قوات حفتر، البنتاغون يفتح تحقيقا في كيفية وصولها إلى ليبيا. أهلا بكم من جديد. أفاد مدير محطة كهرباء الزاوية المزدوجة عبد المجيد القاضي بتعرض محطة كهرباء الزاوية المزدوجة ليلة البارحة لاعتداء مسلح نجمت عنه خسائر في الوحدة السادسة بالمحطة، ما أدى لخروجها عن الشبكة وتسرب الزيوت منها. وأوضح القاضي للأحرار أن الاعتداء جاء من خارج أسوار منطقة المحطة من شخص رافض لخطة طرح الأحمال، مشيرا إلى أن فرق الصيانة باشرت أعمالها في صيانة الوحدة على الفور والتي ستستغرق 3 أيام على الأقل. واشتكى مدير المحطة من مشاكل تعاني منها المحطة، ومن أبرزها نقص قطع الغيار والتأخر في إجراءات العمرات اللازمة وتكرار الاعتداءات على المحطة التي تغذي الشبكة العامة للكهرباء بالطاقة من رأس جدير حتى مساعد حسب تصريح القاضي. ما حدث ليلة البارحة في محطة كهرباء الزاوية المزدوجة من تعدي مجموعة من الأشخاص على المحطة وإطلاق الرصاص على محول الوحدة الغازية السادسة، مما تسبب أضرار في هذا المحول وخروج الوحدة عن العمل، وبالتالي حقيقة فقدنا كمية من الطاقة الكهربائية اللي كانت تغذي في الشبكة الليبية العامة. أهب مجلس بلدية طرابلس المركز بكافة الجهات المحلية المتعاقدة مع الشركات الأجنبية المنفذة للمشاريع المتوقفة بمعالجة وضع الروافع الحديدية في مواقع تلك المشاريع تفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن سقوطها. وأكد المجلس على أن بقاء الروافع الحديدية في أماكن المشروعات الإنشائية المنتشرة في مواقع عدة بمدينة طرابلس بات يهدد السلام العامة، إذ ما تعرضت للانهيار أو السقوط. أما الآن ننتقل مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد رفقة الزميل حمزة قديش. إليك حمزة. شكرا لك رافع تفضل. وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولتنا الاقتصادية. تشهد مدينة غدامس منذ أكثر من 3 أشهر أزمة خانقة في نقص إمدادات الوقود ومشتقاته، فمحطة الوقود الوحيدة بها أغلقت أبوابها لعدم توفره من مستودع طرابلس النفطي بسبب الحرب التي شهدتها العاصمة. لا يزال العدوان على ضواحي طرابلس يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة في العديد من المدن والقرى في ليبيا. مدينة غدامس تعيش منذ أكثر من 3 أشهر أزمة خانقة في نقص إمدادات الوقود ومشتقاته، فمحطة الوقود الوحيدة بها أغلقت أبوابها لعدم توفر الوقود، حيث كانت تأتي الإمدادات إليها من مستودع طرابلس النفطي في السابق بمعدل سيارة أو 2 كل أسبوع قبل أن تنقطع مؤخرا.
مدينة غدامس تفتقر لمحطات الوقود، والمواطن يعاني لأن محطة وقود واحدة بس هي الموجودة في البلاد، وليها أكثر من ثلاثة شهور ما جتناش بنزينة، وناخذ فيها من السوق السوداء ب 25 وب 30 وب 40 دينار للجلوني، وتوصل حتى ل 50 دينار. الحقيقة ناشد المسؤولين أن يوفروا ينفذوا مشروع يعني لمحطة وقود ثانية وثالثة، لأن البلاد كبيرة. المدينة تفتقر لوجود محطات وقود كافية لتغطية الطلب، حيث توجد بالمدينة محطة واحدة فقط لا تغطي حجم الطلب على الوقود بالمدينة، خاصة مع تزايد عدد السكان. نحن في مدينة غدامس ما زالت أزمة بنزين تركب ظلالها على المواطن وتزيد معاناته منذ أحداث طرابلس وحتى وقتنا هذا، ومنذ ما يزيد من أكثر من ثلاثة أشهر أزمة البنزين تلقي بظلالها على المواطن وتزيد من كاهله وتؤثر بشكل مباشر. ووصلت أسعار البنزين إلى أسعار خيالية، حيث وصل سعر الجالون إلى 45 دينار وحتى 50 دينار وأكثر من ذلك، وهذا إن توفرت. طول الأزمة اضطر أهالي غدامس إلى الاعتماد على السوق السوداء والتي تجاوز سعر اللتر بها حاجز الدينارين، وسط شكوى ومناشدة من المواطنين للجهات المختصة بسرعة إيجاد حلول للأزمة وتوفير الوقود ومشتقاته وإعطاء تراخيص لبناء محطات وقود جديدة. أعلن مصرف الصحاري فرع صرمان قيامه بحجز وخصم وشحن كافة المعاملات المستلمة من أصحاب معاملات أرباب الأسر $500 الإضافية، وأشار المصرف إلى أنه سيستثني المعاملات التي توجد بها نواقص في المستندات والمعاملات التي ليس بها أرصدة، لافتا إلى أنه لن يتم تفعيل المعاملات المشحونة بداية شهر يونيو الجاري إلى نهايته إلا بعد استكمال تلك النواقص. إلى السوق الموازية، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأحد بنسبة 0.11% مسجلا 4 دنانير و443 درهما. هذا وكان سعر الصرف قد افتتح تداولاته السبت عند 4 دنانير و443.5 درهم، مختتما تداولاته عند نفس المستوى. أما الآن مشاهدينا نتابع وإياكم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية. أشار وكيل وزارة التعليم عاد الجمعة إلى أن الترتيبات المالية للعام الحالي اعتمدت 350 مليون دينار لبند علاوة الحصة للمعلمين، مؤكدا أنه سيتم من خلال هذا المبلغ معالجة العلاوة لمعلمي عدد من البلديات التي لم تصرف العام الماضي. يذكر أن قيمة علاوة المعلمين لبلديات سبها وجميل وعنزارة وترهونة وصبراتة بلغت 52 مليون دينار، ولم تصرف لهم بسبب عدم وجودهم في منظومة المرتبات بوزارة المالية، حيث سيتم إحالة مخصصاتهم مما بين الأول والثاني والعمل على صرفها إسوة ببقية المعلمين. أما الآن هذه نظرة سريعة على أسعار النفط والمعادن الثمينة في السوق العالمية. ختام جولتنا الإخبارية الاقتصادية لهذه الساعة الإخبارية، العودة الآن إليك رافع. شكرا لك حمزة. نظمت الرابطة الوطنية لدعم الشباب وجمعية ميلاد جديد للعمل الخيري والتنمية يوما ترفيهيا لأطفال الأسر النازحة بطرابلس، ويهدف اليوم الترفيهي بحسب القائمين عليه إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر النازحة وإدماجهم في بيئة جديدة. أسبوحة ترفيهية أقامتها الرابطة الوطنية لدعم الشباب وجمعية ميلاد جديد تعاون مع نقابة المعلمين بطرابلس بهدف رسم البسمة والفرح على وجوه الأطفال والعائلات النازحة. اليوم كان فيه شو اسمها شوية ترفيه، شوية رسم، شوية أغاني، شوية حاجات ترفيهية، وفي نفس الوقت كان فيه جوائز وكان فيه وجبات خاصة للعائلات، وما زلنا مستمرين. برنامج منوع يشمل احتفاليات ورحلات وأمسيات ترفيهية وثقافية
بدأ تنفيذه وسيتواصل طوال فترة الصيف بجهود أهلية تطوعية. بعون الله نشاطنا مستمر السبت القادم في نفس المكان، حيكون مع تنسيق مع بلدية غير بلدية طرابلس، حيكون يوم الخميس بعون الله مع أطفال وعائلات منطقة الزاوية، فيها عائلات طبعا كانوا ضيوف على مدينة الزاوية من طرابلس، حيكون يوم ترفيه على شاطئ البحر بعون الله، يعني ربي يوفق الجميع. ترتبط الطفولة بالألعاب والهدايا والجوائز وأجواء المرح والتسلية وفقرات المهرجين، وتقوم بعض شركات الألعاب بالتبرع بالهدايا مجانا للأطفال في كل احتفالية. طبعا احنا قدمت لنا مراسلة من نقابة المعلمين بمشاركتنا لهذه الاحتفالية، احتفالية الضيوف طرابلس، طبعا يعني اشتغلوا عليها في نقابة المعلمين. الحمد لله كنا موجودين في الموعد، دخلنا الحمد لله الفرحة والبهجة على أطفالنا أحباء ليبيا تويز وأحباء ليبيا. نسأل الله ربي يوفقنا إن شاء الله دائما إدخال البهجة والفرحة لليبيين. ضيوف العاصمة محط اهتمام ورعاية من كافة المؤسسات التي تجتهد في توفير أجواء الترفيه والدعم النفسي والاجتماعي بهدف إدماجهم في بيئة جديدة وجدوا فيها الملاذ الآمن بعد نزوحهم من بيوتهم التي دمرها العدوان على طرابلس. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكماشي، طرابلس. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قوات الوفاق تسيطر على منطقة كسرات السبعة، والقاطع الخامس بسرت يضبط سيارات وقود كانت متجهة إلى قوة حفتر. الرئاسي والأعلى للدولة يدينان التهديدات التي أطلقها حفتر بشأن استهداف السفن والطائرات المدنية التركية. وبعد العثور على أسلحة أمريكية زودت بها أبو ظبي قوات حفتر، البنتاغون يفتح تحقيقا في كيفية وصولها إلى ليبيا. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت ليبيا الأحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.